مو كنا المكان هني احسن العياده؟ معك حق، بس ترى انا شرحتك الموضوع من كذي انا اتردد اطلع معك. ايش دعوه عاد؟ ترى كاهي العياده وايد قريبه على المكان. ايه من كذي انا رضيت. على فكره انا انسانه تلقى فيني الصفتين متناقضين. وشنو هالصفتين؟ انا انسانه جدا عمليه، بنفس الوقت عاطفيه لابعد الحدود، بس طبعا مو سخيفه. اعرف متى وشلون اعبر عن مشاعري. ممتاز. ما ادري احسك مو مرتاح. انا توقعت اذا طلعنا برا العياده شوي وضعك راح يكون غير. الظاهر انا انسان عملي زياده على اللزوم، من كذي انا ما اقدر اركز معك. عادي خذ راحتك، انا مو مستعيله الا اذا انت مستعيل ما تبينا ناخذ راحتنا. لا بالعكس انا مو مستعيل. عين متفقين. زين انت قلتي لي تبي تتكلمين عن موضوع رفيشتك. اي صح. زين قولي انا سمعت. وليش تضحكين؟ ما ادري بس احس ان انت انسان شوي صعب التعامل معه. ليش صعب؟ ما ادري احساس. ليش انت ما ودش تتكلمين عن موضوع رفيشتك؟ يعني مصمم تعرف؟ لا مصمم ولا شيء، هذا الموضوع يخصك انت، واذا ما تبي تقولينه كيفك. لا بس انت تشبه خالي. خالي هذا صار لي 15 سنه مو شايفته. ما شاء الله، وليش ما شفتيه؟ ما ادري بس لما كنت اقعد معه كنت وايد ارتاح، بالضبط نفس ما احنا الحين قاعدين وانا وايد مرتاحه. مشكوره كلش ذوق. عندك موعد؟ بصراحه ايه. خلاص عيل انا ما اخرك، بس حبيت اقول لك اني وايد مستانسه اني شفتك وقعدت معك اليوم. ما عليه لميا، انا شرحت لك ظروفي، انا ما توقعت نقعد لهالوقت. ايش دعوه يعني ما استاهل؟ قصدي موضوع رفيجتي ما يستاهل يعني؟ لا بالعكس الموضوع يستاهل. على فكره انا ادري شنو مشكلتك، انت تحب وحده. لا طبعا الكلام اللي قاعد تقولينه مو صح. تدري ان ارتباكك هذا يدل ان كلامي صح؟ لميا احنا اول مره نقعد مع بعض، شلون حكمتي علي بسرعه؟ انا شخصيا ما احب يحكمون على الناس بسرعه. انا نفس الشيء بس ما ادري شيء حسيته وقلته. انا انسانه اللي بقلبي على لساني. على كل حال انا مضطر اني امشي عن اذنك. ايش رايك اني اقدر اخليك تنساها؟ انت ايش فيك؟ انت حكمتي على طول وقررتي ان انا احب واحده ومو قادر انساها؟ انا راح ادش معك بتحدي وراح تشوف ان بالاخير انا اللي راح اكسب. ما شاء الله لهالدرجه واثقه بنفسك؟ طبعا هذه اسمها الثقه بالنفس. على فكره احنا قاعدين مع بعض علشان نتكلم عن رفيجتك مو عني وعنك. اي صح كلامك انا اسفه. زين ايش رايك نمشي؟ يلا يلا. اي وعدي اي شلون كذي؟ اسمعني عاد طلعها غصبا عليها مو شقت ابوها. ما ادري عمي ما ادري صار لي ساعتين احاول اقنع فيها كلش مو راضي تطلع. يا عمي تكفى تعرفكني منها.
الحين انا مو طلقت ترج. انت ليش الحين قاعده؟ سيف انا احبك، ما اقدر ارد بيت اهلي، وايد احبك. ايش ينها بحلجك؟ احبك. خلاص يبا طلقتك، اخذي اغراضك وتوكلي. سيف اسمعني، راح اتغير عشانك، كل اللي تبي راح اسويه، بس عطني فرصه. تغيرين ما تغيرين حق نفسك. انا اعطيتك اكثر من فرصه وانت تدرين بهالشيء. زين عطني فرصه اخيره. خلاص يبا طلقتك، ما ينفع تتمين هني. بس هذه كانت طلقه واحده، يعني مو طلاق نهائي. هلا عمي، زين انك وصلت. هلا عمي، تكفى فكني منها. اقعد 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 اقعد، فهمني ايش صاير. هي موجوده داخل الغرفه، روح لها وخل تطلع. مو بكيفك يا الحين، اتصل بامها ونتفاهم. عمي تتصل على ماش حقه، خلاص تاخذ المؤخر وتوكل على الله. مو بكيفك يا انت، تدري ان زواجك ما حد يدري عنه، لا امك ولا اختك، وهذول يفضحوننا علامك. شو نسوي يعني عمي؟ شوف الحين لا يتمها وتطلع، وخلني انا اتفاهم معها. ان شاء الله على امرك. ودق على امك واختك قاعد يحاتونك. عمي ما نخلق حاجة احد. اسمع الكلام يلا عاد. ان شاء الله. خلني ادق على امها. عبد الله هذا كل ما تعرف عليه اكثر كل ما خاف منه اكثر. لا ولا يهمك، لا تخافي منه، هذا واحد صار ما يخوف. لا يا احمد انت غلطان. صدق انه هو يبين لي انه هو زين وطيب، بس ترى انا لي نظره بالناس، يعني هالبساطه هذه وراها شيء. ما ينفع، ما ينفع الكلام اللي تقولينه الحين، خلاص. احنا دشينا بهاللعبه ولازم نكملها. بس انا بعدي ما تعودت مثلك. هي مره واحده بالعمر. وتالي نخليهم ونروح بعيد. فكر بمستقبلنا. فكر بعيالنا. الا تعال اطار عيالنا. شلون راح يطلعون؟ والله عجبتني سالفه عيالنا هذه. شيء اكيد راح يطلعون مثلي. ما مثلك؟ كان زين. ما لهم نصيب عيل بالحياه. احمد شوفي يا احلام، انا ابي منك شيء واحد، ابيك بس تثقين فيني وخلي الباقي كله علي. انا لو موافقه فيك كان ما رضيت اشترك معاك من البدايه بهالشيء. ليش تخافين؟ المفروض العكس. خلاص انت الحين عارفه كل شيء، فاهمه كل شيء ولا لا؟ والله ما ادري، احس ان انا بدوامه. اي ما عليه، الحياه اصلا شنو؟ اي بكبرها دوامه. لا تركبين معاها لين توصلين حق هدفك، لا توقفين وما راح تقدرين تقاومينها وتمشي عنك. بعدين صدقيني هالدوامة أكبر مني ومنك. مشكلتي إني أنا أصدقك، صدق قالوا الحب عمي. إي شلون حبيتك أنا؟ لا يعني قبل أتعرف علي وتحبني ما كنت كذي؟ حبي لك أصلا هو اللي خلاني أدش هاللعبة، ولا ما كنت أبي أدشها؟ إي صدقتك. لازم صدقيني، لازم صدقيني عشان نوصل حق كل شيء نبي. هلا حبي. هلا فرح. يعطيك العافية. يعافيك. ما لاحظت شغلة؟ إن من أول ما تزوجنا بس قلت لي إنك تحبني مرة واحدة. لو بعد سحبتها منك. كلها تناديني باسمي فرح فرح، خلاص تراحت باسمي. أنا لعني. زين خلاص. أدري إنك محتاج وقت، ما عليه. زين أنا جوعان، شو الغداء؟ والله حتى أنا جوعانة. الغداء جاهز، إذا تبي روح بدل وتعال. لو سمحت جيب لنا ورقة قلم. ما يصير خاطرك إلا طيب إن شاء الله يا أم سلوى. إن شاء الله. تامرين أمر. شوفه. سمحت لي كتبي كتبي انك تلنتي 5000 المتفق عليه مؤخر و1000 مني. كتبي اسمك ثلاثي
واسمه موجز. الوفاء يخلي موجز توقع لو سمحت. لو سمحت الوفاء. وهذا الشيك 5000 مؤخر و1000 مني. تستاهلون. أنا بفهم، أنت وين هايت؟ يمو يعني وين بكون؟ بالنهار بالشركة وآخر ليل أطلع مع ربعي، ترى عادي حال حال الشباب. زين على الأقل قول لنا وين تروح؟ طمنا عليك، بعدين لا تطفي جهازك، ولا دقينا عليك رد. حاضر يمو، إذا هذا اللي تبينه حاضر. تعال وين رايح؟ قاعد أحاكيك تهدي وتروح الله يهداك، أنا بعدني ما كمل كلامي. خلاص عاد يمو، خلاص، لا تخليني أتحسف إني رديت البيت. شو الحكي الجديد بعد؟ نعم؟ تندم إنك رديت البيت؟ إيش قاعد تقول أنت؟ يما الموضوع اللي نتكلم فيه مره لا نعيده، خلاص نقوله مره واحده. ها هلا سيف. يما ايش في سيف؟ وانا ايش دراني ايش في سيف؟ اخوك هذا مو طبيعي، صاير لي ريال عود في البيت ويبي يتحكم فيني وفي اللي اقوله. يما ترى سيف كبر، لازم نراعي هالشيء. شوفي عاد مو انه كبر ولا شيء، ترى اكو واحد قاعد يلعب بعقله هذا اخوك. اي اكيد واحد من ربعه اللي يطلع وياهم. عموما انا الحين بروح اتفاهم معه، بس انت خلي الخدامه تنشب الغدا، ترى عمك عبد الله اتصل قال اني جاي في الطريق. بعدين معاك انا مو يقول حق انت نسوي الغداء 24 ساعه مجابله التليفون. ليش خاشه التليفون كذي؟ خلي هالاشياء هذه بعدين. تينا يا تينا، هلا هي. قول حق تينا تحط الغداء، انا ميت من الجوع. نذل وبتم طول عمرك نذل. الكلام هذا لي انا؟ اي لك انت، انت عبد الله نذل، ومو بس نذل، مجرم بعد. تعمد تخرب سيارتي عشان اسوي حادث واموت ويقولون الناس قضاء وقدر. ايش قاعده تقولين؟ ايش تخربطين؟ اقول هالحركات والافلام ما تمشي علي. انت اللي خربت سيارتي علشان اسوي حادث، وانت اللي ضفت الفلاشه من جنطتي عشان تمسح الملف. ما تقدر تلف وتدور، ترى الخدامه مصورتك فيديو صوت وصوره، يعني ما راح تقدر تشذب علي. يما ترى انا ماني ياهل، ومن اليوم ورايح انا اللي راح اتحكم بالبيت. نعم، شال الاسطوانة الجديدة بعد يا سيف. خير إن شاء الله، شو اللي تغير حضرتك تبي تتحكم فينا؟ ولأنكم ما تفكرون. يا سلام، خلينا العقل لك. أقول اسكت اسكت بس، علامك أنت بتعاطي شيء. ترى أنا أمك ماني أختك الصغيرة، تكلمني كذي بوقاحة. لما تحكى مع أمك تحكى بأدب. أنت أمي وأحبك وأحترمك وعلى عيني وراسي، بس هذه آخر مرة تحكيني بهالطريقة، ما أسمح لك. أقول ترى أنا اللي ما أسمح لك تحاكيني بهالطريقة، ولا أسمح لك تطلع من هني لما أشوف حل. أنا أوريك. تعالي، وين رايحة؟ بروح أوري أمي الفيديو عشان تطردك برا البيت. عقلي يا بنية عقلي. ما راح أعقل، أنت خليت فيها عقل. أنا أدري أنك أنت نذل وحقير، ما توقعت توصل فيك الأمور لدرجة أنك تذبحني. أنا ليش أتكلم معك؟ أنت مكانك مو هني، أنت مكانك بالسجن. تعالي. وخر عني. وخر. تعالي. وخر. أعطيني التلفون. ما راح أعطيك. أعطيني التلفون. وإذا ما أعطيتك إيش راح تسوي؟ أعطيني التلفون.
ترى اذا انا سمحت لك تروح وتي على كيفك مو معناته تتصرف على كيفك وتتحكم فينا. اي اذا تبي المرجله، المرجله انك تهتم في امك وفي اختك وفي الشركه، مو تقعد تحاشيني بالوقاحه هذه. تدري انت شنو مشكلتك؟ مشكلتك على انك تعامليني للحين صغير. خلاص انا كبرت. كبرت بجسمك وعمرك وبس، لكن طولك طول انخلى والعقل عقل انخلى. من صدقك انت والدليل انك قاعد تحاشيني بالطريقه وانا امك. خلاص عاد بطلع انا. تعال حاشني. ايش تبيني يعني تهزنيني؟ اي وبطقك وذبحك بعد، ولا تقول مره ما تقدر تسويها، جرب كذي وشوف. شوف ما تطلع من هني الا لما يجي عمك عبد الله وهو اللي يعرف شلون يوقفك عند حدك. خلاص انا وعمي عبد الله نتفاهم، انت طلعي منها. اطلع منها يا جليل الحياه. ترى زودتيها وايد. شاب خلاص مو اخر عني. سيف 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 حاشني، رد علي، اسمعني بس احاكيك. سيف هيا يبا الحق على هيا. هيا يما ايش فيها بنتي؟ هيا بسم الله بنتي. هيا 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 حبيبتي. هيا هيا ما ادري ايش فيها بنتي. قوم 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 اتصل بالاسعاف. هيا هيا يما يما ردي علي. ايش فيها يا وين يا ويلي؟ هيا حبيبتي قومي. هيا دق على الاسعاف بسرعه. طمن استاذ عبد الله، الحمد لله بنتك بخير، الضربه ما اثرت على العمليه. الحمد لله الحمد لله. صدق دكتور انا مش شفت الدم، قلت بيصير فيها شيء. مبدئيا الجرح كان سطحي، بس لازم نسبوع 24 ساعه عشان نتاكد ان ما تاثرش على المغز. يعني ما راح تموت؟ لا اعوذ بالله، العمر بيد الله. حسافه. عفوا؟ قصدي سوي اللي تشوفونه دكتور. بس 24 ساعه. صدق قبل تبعت ارواح. هيا هيا سامعتني يمه؟ الف الحمد لله على سلامتك، ما تشوفين شر. ان شاء الله حادتك تركضين كذي عتري، الله يهداك. شوي شوي على هون شيء يمه، حد لاحقك. زين كذي الحين سويتي في نفسك؟ الحمد لله الله ستر هالمره وعدت على خير. أنا ما طحت لأني مستعيلة. هاي شلون طحتي؟ عبد الله هو اللي طيحني واللي دزني، لأنه كان بياخذ مني التليفون. أي تليفون؟ تليفون الشغالة. قولي تشمك شنها بنتك قامت تهلوس، ما تدري ايش قاعد تقول، قاعد خورة. ايش تراني؟ يما ما يخالف، أنت الحين ارتاحي لا تفكرين في شيء. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله طمني الدكتور وقال ما فيها الا العافيه، بس ترى الضربه يمكن تاثر عليها كم يوم. اطلع برا. من يطلع برا؟ انت اطلع برا. الظاهر مثل ما قال الدكتور الضربه راح تاثر عليها كم يوم. حتى تصدق تو تقول الكلام، يعني ما ادري ايش قاعد تخربط وتقول. شو تقول؟ تقول ان انت اللي سحبتها وطيحتها، هي ما طاحت كذي بروحها، وكلامه غريب. ماني فاهم ايش قاعد تقول. انا؟ انت تدرين يوم سيف هي بنتي واكثر من بنتي، بس الظاهر مثل ما قال الدكتور الضربه مأثره عليها. اطلع برا اطلع برا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا بطلع برا، بس ديروا بالكم عليها. ها هيا ما تشوف ايش راح بنتي. هيا يما ايش فيك؟ يما عبد الله هو السبب بالحادث اللي انا سويته، وهو السبب بطيحتي هذه. هيا ترى مسختيها عاد، ما يصير اي مشكله تصير عندنا بالبيت تقطينها براس عمي عبد الله. غير حكي هذا. خلاص انت ثانيه سيف، انت مو شايف حالتها؟ ما يخالف يمه، رايحي لا تفكرين في شيء الحين. دكتور
الدكتور يقول لازم تقعد 24 ساعة بالمستشفى علشان يطمنون عليه. همي عقب الحكي اللي قالته المفروض تقعد لها يومين. مات الله. الله يكون في عونها بس. همي حيل قامت تخورة بالحكي، وصلت لدرجة تقول إن أنت اللي مطيحها. الله يلوم اللي يلومها. السلام عليكم. السلام. طمنوني، إيش قاعد صار عليها هي؟ ما عليها إلا العافية إن شاء الله. طمنكم الدكتور؟ الحمد لله. يلا حبيبتي مع السلامة، حافظك الله. يا حليلك يا أم يعقوب، هذه أم يعقوب تسألني صار بينك وبين لمياء أمس. وليش ما سألت بنت أختها؟ تقول دقت عليها وحاجتك بس علشان موضوع رفيجتها. إي صح صح، بس موضوع رفيجتها. وش الغريب الموضوع يا ما؟ الغريب إن سالفة رفيجتها عذر عشان تقعدون يا بعض. إي ما أدري، هذا عاد اللي صار. إيه بس أنت وايد كنت متحمس حق البنية أمس، إيش فيك اليوم؟ شو اللي استجد؟ ليش الموضوع كلش مهمك؟ إيه ماكو شيء، كل ما في الموضوع إن أنا ولمياء في فترة تعارف. زين عزمتها على المطعم؟ إيه هذه الخطوة مو سهلة، تو الناس عليها. تو الناس؟ إيه صح صح، الخطوة هذه وايد كبيرة، تو الناس عليها، يعني يبيلك سنتين ثلاث على ما تخطي هالخطوة، وثلاث أربع سنين على ما تروح تخطب، وأربع خمس سنين على ما تتزوج. وخمس ست سنين على ما تعيل، وإن شاء الله إن شاء الله إذا توفقتوا والله أراد يعني حروة 20 25 30 سنة تعيلون. يما موات كذي. بسم الله عليك يا يما. خلاص عيلت فايلي. هذا وأنا قاعد أقولك ترى متفائلة. متفائلة وكذي. يما هذه الخطوة ترى مو سهلة، أنا راح أختار البنت اللي راح أعيش وياها طول حياتي، يعني اختياري لازم يكون صح، يا أعيش وياها بتعاسة أو أعيش وياها بسعادة. زين أنا أبي أعرف، عطني سبب واحد بس يخليك ما تتزوج البنية. يما ما أحبه، أنا ما أحب لمياء. ما يخالف يا يما، الحب يجي تالي، أنت الحين عط نفسك فرصة. قلتي أنت عط نفسك فرصة، من كذي أنا بقعد وياها وبدردش معاها وبعطي نفسي فرصة، بس شوفي إذا ما حبيته ترى ما راح أتزوج. على فكرة ترى أنا دريت إن هي اليوم زارتك، لمياء قالت حق خالتها، بس بقول لك كلمتين يا بدر وحطهم هني بمخك عدل. البنية اللي تبيعك لا تركض وراها، وهي إذا ما نسيتها بتظل طول عمرك تعيس ومهموم. ما خالتي طمنيني صار. الله كريم، إن شاء الله بتتحسن. أقدر أشوفها؟ إي يما تقدر، تعال. حبيبتي، شلون صرتي الحين؟ الحمد لله أحسن. الحمد لله، الدكتور طمنا، ما فيك إلا العافية. عبد الله للحين هني؟ إي. أمي وسيف مو راضين يصدقوني، عبالهم اللي صار لي أثر على عقلي. ماني فاهم عليك، إيش تقصدين؟ عبد الله هو سبب الحادث اللي صار لي، اللي فقدت عيوني فيه. أنا شفت تليفون الشغالة مصورته، شفته هو قاعد يتعبث بسيارتي. ترحل يا أغلى الناس، قلبي ما يدري به، عمري ما يدري به، تهجر بلي إحساس، قلبي ما يدري به، عمري ما يدري به. يا سلام عليك يا علي بحر، يا سلام. القلب يسأل وين اللي يداريني، اللي داريني.
أنا أداريك يا حياتي. الله يلوع كبدك، إيش فيك أنت؟ أنا بروحي مندمج بالأغنية. أنا أداريك يا حياتي. إيش دعوة أنا رفيقك قاعد أمدح أغنيتك تعذبني؟ لا يكون يا ابني تقذر علي. شو أقذر عليك؟ يبقى أنا كنت مندمج، أنت اللي قاطعتني. زين دام صوتك حلو، ما فكرت إنك تنزل أغنية سنجل؟ يعني أضرب؟ إي أكيد تضرب، بس لازم يبي لك اسم فني. خلاص دور لي اسم فني نار وأنا موافق. ترحل يا أغلى الناس عمري ما يرضي به، تهجر بلي إحساس. الله تهجر بلي إحساس. الله ألو أنت وين الحين موجود؟ زين زين اللي قاعد مجمعة ما يتحرك، ما تكلمين أبد، ما تفتحين حلجك أبدا، ما تكلمين. سمعي أنا أقول حق جماعة الحين يجيب نمبر جديد، هذا نمبر قديم قطي. إيه ماكو كلام أوكي، بعدين شوفي مو تردين البيت، رديت البيت قصيت ريلج. خالتي سمعتي هي شو تقول عن عبد الله؟ سمعتها يما، بس انت شايف حالتها؟ انا اشوفها بكامل قواها العقليه. انا مستغرب انتم شو ما صدقتوها. انت ليش شلون صدقتها؟ هي عقلها مو براسها وما تدري ايش قاعد تقول. سيف صاج حتى انا ماني مصدقه ان عبد الله ممكن يؤذي حد من عيالي، مستحيل اصلا. خالتي انا اشوفها هي طبيعيه ما فيها شيء، واستبعد ان الطقه اثرت على عقلها. شلون ما اثرت؟ اذا مو مأثره، هي ليش الطبيب قال لازم يحطونها تحت المراقبه 24 ساعه؟ عادي هم يحبون يطمنون على المرضى. ايش فيكم ايش السالفه؟ احمد يقول هي ما فيها شيء والكلام اللي قاعد تقوله صدق. كلامك احمد. ما فيني شيء، بس قلت الشقاره موجوده، خلونا نتاكد منها. ايش هالحكي يا احمد؟ عيب افا عليك، يعني الحين تصدق الشقاله وتشذب عمك عبد الله؟ ما كذبت احد انا، لكن قلت نقطع الشك باليقين. ما عليه سعد ما عليه. الشقالة موجودة بالبيت، روح اسألها. إيه بسألها، تخوفني يعني؟ خليه يسأل. أزمة وتعدي إن شاء الله، أزمة وتعدي، ذكرى يلا. هلا سامي. لا ما نسيت موعدنا، بس ما راح اقدر اكون موجود بالموعد، راح اتاخر شوي، صارت لي ظروف. يا معود انا عندي شقه والشباب وراي بالطريق. زين زين انا باخذ لي كم شغله على ما تخلص ونتلاقى بالشقه. خلاص سامي خلاص انطر شوي، خلاص انا ادبرها. يلا سامي. عمي عبد الله انا بمشي، انا اللي موعد ربعي اليوم. زين روح، بس مو تستغل الشقه فاضيه وتصرخون تاذون الجيران. ايه لا تحاتي، حاضرك تم. دير بالك روح، وانا واحمد بعد شوي بنمشي. بس اذا صار شيء دق عليها. لا لا ان شاء الله مو صاير شيء، بس انت روح وعيش حياتك. دوس يعني؟ دوس. اذا امي سالت عني قول لها انا رديت البيت. امك يمكن نام عندي حي الليله. انت روح عيش حياتك روح. يلا مع السلامة. بدينا نلعب على المكشوف صح؟ ترى انت فاهم الموضوع غلط. لا 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 ما حد فاهمك مثلي، وإذا حسيت إنك واقف وياها راح أفاجئك بالمعلومات اللي جمعتها عنك، وراح أثبت إنك أنت تبي تتزوج هي علشان فلوسها. لا عبد الله ترى الموضوع ما يستاهل كل هذا، ترى أنا وياك بنفس المركب. علشان كذي
إذا حسيت إنك تلعب يمين شمال راح أغرقك. أفاد أنا أسوي كذي فيك؟ يا ابني يا ابني عن هالحركة، ترى أنت توك صغير، من تفاهم الحياة مثلي ومثل ما قلت لك تروح يمين شمال أنت الخسران.